وللمزيد حول الملف السوري انضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. مرحبا بك معنا أستاذ باسل. كيف تفسر ارتفاع عدد الغارات غارات الكيان الصهيوني على مناطق في سوريا وذلك بعد أنباء عن مقتل 6 إيرانيين و3 من قوات النظام؟ تحية لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة هذا الارتفاع في عدد الغارات أو في وتيرة الغارات والهجمات وحتى نوعيتها، يعني أن تصبح غارات من النوع الذي يستهدف الأسواق، هذا النوع هذا الارتفاع هو ارتفاع مبرمج يحصل كلما تم طرح مبادرة دولية أو حصل لقاء من اللقاءات الدولية أو اجتماع من الاجتماعات بين الجهات الضامنة أو الجهات الدولية التي معنية بالملف السوري. قبل أيام عندما ضرب سوق معرة كانت لحظة الضرب تترافقت مع اجتماع بين وزير خارجية التركي والروس. اليوم مع اقتراب موعد اجتماع المقرر لأستانا، رغم أنه هذا الاجتماع لا يتوقع منه الكثير، مع ذلك الروس بدأوا تصعيدا بمجرد الإعلان عن موعد الاجتماع، إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى المتعلقة بصمود الثوار، إصرارهم على عدم التراجع رغم الهجمة الروسية القوية، وهو ما يدفع الروس ليضع الروس في موقف محرج بعد أن زجوا بقواتهم حتى القوات الخاصة في هذه المعركة، وأصبحوا في موقف لا يحسدون عليه بعد أن تمكن الثوار من الصمود وصد هجماتهم. نعم. في المقابل قاسم سليماني وجه الميليشيات الإيرانية في سوريا بالاستعداد لحرب مع أمريكا، إلى أي مدى يمكن ربط القصف الصهيوني بهذه التوجيهات؟ يعني هو لا شك هناك استعدادات، أو يعني من المعلوم أن هناك استعدادات منذ فترة ليست قليلة على الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي، وكل يستدعي أو يستحث الأطراف من حوله للمشاركة معه في حرب مفترضة، سواء كانت هذه الحرب على نطاق واسع أو عبارة عن ضربات متبادلة بين الطرفين. الإسرائيليون يثقون بالوجود الأمريكي وبالولايات المتحدة، والولايات المتحدة لم تفوت فرصة، ترامب وبعض السيناتورز وبعض وآخرون من المستشارين الرئيس ووزير خارجية الولايات المتحدة كلهم أعربوا في مناسبات سابقة عن وقوفهم إلى جانب الكيان الإسرائيلي بخصوص هذه الحرب، بينما إيران أيضا تحاول أن تجيش أطرافها وتدفع بالميليشيات وتعلن بين فترة وأخرى عن موضوعات معينة هنا وهناك، ويدخل على الخط أيضا الجهات والأذرع التي تعامل معها مثل حزب الله وحماس وجهات أخرى. وبالتالي نعم هناك يعني نوع من الاشتباك المفترض أو نوع من التحديد باشتباك مفترض بين الطرفين، والطرفين يبدو متفقان على أنه الساحة السورية هي الساحة التي يودون على الأقل أن يبدأ بها هذا الاشتباك. والآن فعليا الكيان الإسرائيلي ابتدأ عملية الشباك منذ فترة عندما بدأ منذ تقريبا عامين وحتى الآن بتوجيه ضربات من وقت لآخر لمواقع إيرانية تحت زعم نقل الأسلحة إلى حزب الله وغيرها من المزاعم. بكل الأحوال البنية التحتية السورية وكثير من المواقع السورية وحتى المدنيين السوريين في بعض الأحيان كانوا عرضة لهذه الهجمات ولتبادل هذه الاشتباكات، وواضح أن الإيرانيين يجدون في سوريا والعراق منطقة مناسبة لخوض هكذا حرب بدلا أن تحصل على الأراضي الإيرانية وتنعكس تبعاتها. برأيك هل سيكون الجيش الصهيوني قاعدة متقدمة لأمريكا لمواجهة ميليشيات إيران في سوريا؟ هناك نوع من محاولة تفصيل الحرب كل على مقاسها. الإسرائيليون يحاولون أن يجعلوا هذه الحرب هي حرب جوية بالدرجة الأساس، وبالتالي هم لا يريدون بدء هذه الحرب وفق القواعد البرية التي تحاول إيران أن تفرضها. إيران تحاول أن تتموضع وتفصل هذه الحرب على شكل حرب برية، يعتقدون أنهم يستطيعون أن يخوضوا هذا النوع من الحروب البرية بشكل أفضل. وبالتالي ليست مسألة من هي القاعدة المتقدمة بقدر ما هي نوعية الحرب وشكل المفترض، وهذا سينعكس بشكل مهم على طبيعة يعني على فرص كل طرف في تحقيق ما يريد من هذه الحرب. نعم. كيف ترى دور المعارضة في هذه التداعيات؟ يعني كيف يمكن أن تضع لنفسها مكانا في خريطة القوى القادمة في سوريا؟ الحقيقة الطرف السوري بشقيه المعارضة والموالاة لم يعد خلال الفترة الأخيرة، خلينا نقول خلال العام الأخير بالذات من الآن ذو يعني لا يشكل عاملا فاعلا في هذه المعادلة. هناك تجاوز كبير لهذا الطرف من كلا الطرفين. الإيرانيون يتحركون دون أي اعتبار لحليفهم من النظام ومن معه، والأطراف الأخرى أيضا لا تقيم اعتبار كبير لطرف المعارضة، خصوصا بعد التحييد الذي حصل للجبهة الجنوبية باتفاق الجنوب والذي سمح للإيرانيين وللنظام بالتواجد في هذه المنطقة والسيطرة عليها، وبالتالي هي أصبحت منطقة ذات نفوذ أو امتداد للنفوذ الإيراني، وهذا حيد كثيرا من فواعل المعارضة التي كان يمكن أن تلعب دورا
معاكسا او فاصلا في هذه المنطقه وغيرها من المناطق. وبالتالي يمكن القول انه الفاعل السوري بشكل عام ليس طرفا او ليس يعني ليس له دور مهم في المعادله في الوقت الحالي او ضمن المواقف الحاليه. رئيس مركز ادراك للدراسات باسل حفار كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.